دكتورة زينب حسن محمد سعيد، المعروفة بزينب السعيد، كاتبة صحفية وروائية وقاصة وباحثة في التراث والأدب الشعبي السوداني، من مواليد الخرطوم، حاصلة على دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من جامعة الرباط الوطني وماجستير القانون من جامعة الخرطوم والدبلوم العالي في القانون من ذات الجامعة. عملت دكتورة زينب بالمحاماة، كما عملت كمعدة ومقدمة برامج في الفترة من 2011 إلى 2013 للميلاد. عملت أيضاً مستشارة إعلامية بوزارة الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم، حاصلة على القيد الصحفي ولها عمود بالصحف السودانية. صدرت لها العديد من الروايات، منها بنفسج في حديقة البارود، ودرب وأحلام في بئر يوسف، وبنات شوارع. اهلا وسهلا، الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله، شكرا. الله يسلمك. كيف عاملة؟ الحمد لله. الله يسلمك. اخبار شو؟ تسلمي ان شاء الله، يديك العافية يا رب. كيف الحال؟ الله يخليك. الله يسلمك، شكرا. والله الحمد لله. والله انا لا زول شاي ولا قهوه، لكن حاشرب شاي. كويس صراحه منك. لا شاي لا قهوه الاثنين، لانه ما بحب الحاجه اللي بتستعبد الانسان. الشاي والقهوه دي من الحاجات اللي بتستعبد الانسان. والله يسلمك. الغريب انه الناس، انا بحب اكون حره. انت لسه حرة، لكن الغريب انه دائما الناس اللي بيكتبوا ترتبط ارتباط كبير بالقهوة والشاي والمزاج. انت عارفة انا بكتب كيف؟ انا بكتب بسمع غنى، بسمع عبد العزيز داود. يا سلام. وده احسن كيف واحسن مزاج. ما في كيف احلى من كده. لكن يا ملاذ، لكن ملاذ خلي ملاذ دي تعمل الشاي. ملاذ بالظبط الشاي حلو شوية. تقدري بس تشغليني؟ اي دايرة الشاي. علاقتك كيف بالمطبخ؟ يعني مثلا انت اعلامية وصحفية وقانونية ومذيعة، دي كل حاجات بتخلي انه وقتك ملان جدا ويومك فل يعني، فبتطبخي بتخشي المطبخ بتعملي اكلات، ولا الموضوع ده بعيد منك تماما؟ لا طبعا، انا تزوجت باكر، تزوجت بدري جدا. الزواج الباكر عنده ميزات. انك انت لازم تكون بتعرف تطبخ يعني. أكيد. وانا امي رحمة الله عليها فيها عرق مصري يعني، كل الاكلات والحاجات الطيبه بتعرف تعملها، وكتر خير النسابه ايضا تعلمت عندهم باقي الحاجات الصعبه الدارة تعليم، زي الكسره والمفروكه وغيره. فانا بفتكر روحي ست مطبخ شاطره جدا، بعرف كل الحاجات القديمه والجديده. وبعدين الزمن ده ما في حاجه صعبه، لانه اي شيء متاح يعني. ما في بتتحيل يعني تقول انا ما بعرف اطبخ، او تمشي تقول لزوجها امشي جيب لي اكل من برا. اكل من برا ده ما في. طيب انت اكثر حاجه يعني بتجيدي شنو في المطبخ؟ بتطبخ اكثر شنو؟ اي حاجه بعرف اجيدها، بعرف الشغل المفروك، بعرف الفرن، بعرف السلطات، بعرف الشوربات، بعرف كل الاكل السوداني بجيد جدا. بعدين انا شكرا جزيلا هشوف شايك ده واقيم. ده امتحان، يكون تقييم عادل لازم. انا بعرف كل الحاجات السودانيه، لانه انا بنت سودانيه وبحب السودان جدا، وبحب اي حاجه سودانيه واي حاجه اصيله. وبرضه كمان لانه انا عندي جيل، بربي في جيل جديد، هذا الجيل الجديد ما داير الاكل السوداني يعني كله، فعايز شويه حاجات جديده مواكبه، فبالتالي انا لازم اتعلمها. وبعدين انا كمان برضو عندي بنات شاطرات جدا في المطبخ يعني، علمتهم بدري، وكل مره كل جمعه او كل كده لما يكونوا فاضيين من الدراسه وكده، فبقوم بخليهم يدخلوا المطبخ ويتعلموا شويه شويه، عشان بعدين بقول لهم الليله يعني عندكم المطبخ هذا قاعد، اعملوا الحاجه اللي انتم شايفينها او اللي انتم حابينها. فالحاجه دي بتديهم ثقه في نفسهم، بتخليهم يبتكروا، بتخليهم يتنافسوا. اللي بتطبخ كويس، اللي بتعمل حاجه حلوه، بنحفزها، بنقول لها احنا نديها. ايوه كويس. فانت ما بتعلمي زول بدون تحفيز في الزمن ده، لانه الناس فاقدين للرغبه يعني. اكيد. فالجيل الجديد ده صعب الميراث، فانت كمان يعني
حاورتيهم كده وعرفتي حاجاتهم النفسيه، من الصعوبه بمكان انك تقدري تخليهم يمشوا في التراك بتاعك او في التراك الرسمي بتاعك، انه يبقوا كيف امهات مستقبل، انت ما بتعدي جيل حقيقي. لكن انت الميال للاكل البيتي وخصوصا اكل البيت القديم والصعب زي ما قلت، الكسره والعصيده والجراسه، الاجيال الجديده بحبوا الاكلات دي ولا بعدين تعمل الاكل الصعب ده تتعبي فيه واليوم كله تقوموا يطلبوا لهم حاجه بالتليفون يجي بتاع الموتر ينزل البرجر والبيتزا والاكل الحديث الخفيفه هم فضلوا؟ والله صحيح كلامك يا ملازم 100%، لكن انت كأم لابد تعملي كنترول اول حاجه، لازم توريهم اهميه التنوع في الطعام، فانت ما ممكن تخليهم بمزاجهم، لو خليتيهم بمزاجهم حياكلوا اندومي وحياكلوا برجر وحياكلوا مكرونه وحياكلوا حاجات ما مفيده ولا صحيه، فالام هي اللي بتقدر تعمل الضابط والرابط لاولادها، يعني انت دي لاولادك انت اللي بتربيهم، ما هم اللي بيفرضوا عليك حاجات، هاي بتسمعي كلامهم، هاي بتديهم حريه الخيار في الحاجات اللي بيحبوها، لكن كمان انت لازم توريهم الاهميه بتاع التنوع الطعام وكده. بعدين انا باخد حاجاتي، انا بفتكر روحي ام صارمه الى حد ما شديد ما شديد الى حد ما، بفتكر روحي ام صارمه لانه انا يعني بعمل حاجاتي وبخدها، لكن بعدين بنوعها، يعني بنوعها بديهم حريه مره في الشهر مره كل اسبوعين مره كده. هنتكلم عن الصرامه يعني يعني ما حنجوز معايا الصرامه ده حاجه عندي، حنشوف اسبابه وحنشوف وصلت لوين في الصرامه، ما حنخلي كده دي فرصه جاتنا لحد هنا تمام. لكن نتكلم بتحافظي على صحتك يعني مثلا دي فيها كذا سعرات حراريه حاكل عشان ما اسمن، لا دي فيها كده عشان وزني ما يزيد، لانه انت اعلاميه وبتطلي في الشاشه ومعروف انه الشاشه بتزيد الوزن، فعندك مراقبه كده لوزنك وللحاجه اللي بتاكليها والسكريات هنا كيف والدهون هنا كيف، ولا بتاكلي بس الحاجه اللي بتشتهيها بنسب؟ شوفي يا ملاز نحن انا نشات في اسره الجين الوراثي بتاعنا انه نحن ناس اوزاننا بتزيد باقل، شوفي كان شربت كوبايه الشاي دي هسه بطلع من ريحه 2 كيلو معناها لازم يكون في كنترول. ال 2 كيلو دي يا جماعه يعني دار اقول لكم حاجه، يعني في ناس جينهم الوراثي انهم بياكلوا، لكن انا حريصه على وزني، حريصه اني انا اتمشى، حريصه اني اتريض، يمكن غامتي ما طويله عشان كده يمكن بسهر، لكن طبيعه بنيتي الجسميه كده، يعني انا من طفله عندي صور في الطفوله وانا كنت طفله ما شاء الله يعني مربي وزني زايد فالقصه دي لها 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 تاثير يعني الى حد كبير، وهذا لا يعني اني انا يعني مطلق الامر لعواهمه، لانه انا بعاين لصحتي، بعاين لصحه اسرتي، بشتغل شوربات خضارات، بعمل اكل اغلب الوقت يعني نادر ما احمر، بعمل المشاوي، بعمل الحاجات بالبخار، يعني بحاول بقدر المستطاع، لكن طبيعة أكلنا السوداني مرات بتخليك تجبرك، طبيعة المناسبات وطبيعة شغلك مرات أنت بتكون خارج الشغل فما بتختار، ما بتختار أكلك أو ما بتختار أنت داير شنو، مرات تكون مجهد وشغال وتعبان وداير تمرك عشان تأكل، أو يقوم يجيبوا لك وجبة أنت بتضطر تتناولها لأنك بتكون جايع، فمثلا طبيعة عملنا وخروجنا خارج المنزل والاحتكاك مع الناس مرات بيفرض عليك الأشياء، فأنا ما كل الوجبات بأكلها في البيت صحيح. فبالتالي أنا بفتكر الأكل البر خارج البيت ده هو المشكلة صحيح. هو المشكلة الحقيقية يعني، لكن لو أنا كنت موجودة داخل البيت على طول بيكون الوضع كان مختلف تماما صحيح. احنا خلصنا فقرتنا بتاعت المطبخ، هنمشي الحوار. طيب انا خلوني اشرب لي كوبايتين شاي. شيلي كوبايه شاي معاك وتفضلي. انت شكله ملاحظ الشاي بتاعك ظابط شديد. ده شاي كويس والله. شيلي معاك كويس انك انت بتعرفي تعملي شاي يا ملاحظ. طيب يا استاذة زينب، بعد جلسة الشاي وشاي ملاذ الظريف واللذيذ ده، نحن برضو دارنا نجي في محطات مهمة كده في حياتك وحلفاية الملوك والنشأة، تأثير النشأة في تكوين شخصية زينب السعيد. حلفاية الملوك مكان له مقام، حلفاية الملوك مكان يعني الطفولة، دراسة المرحلة الابتدائية، ودي أكبر مرحلة بتتكون فيها شخصية الإنسان، صداقاته، علاقاته، بيبدأ يكتشف الحياة، بيعرف معنى الجيرة، بيعرف بيشوف أسرته بتكبر قدامه، بيشوف أخوانه ماشيين مطلعين لقدام، وأنا وضعي في الأسرة يمكن تحت اثنين يعني، وأكبر مني ما شاء الله 7 أو 8 أخوان، وشهدت الطفولة وشفت الشباب
وشفت العلاقات الطيبة. يعني حلفاية الملوك دائما يمكن أنا في عمودي بكتب عنها لحد الآن رغم أنه فارقناها ونحن أطفال يعني يمكن في المرحلة الابتدائية. فهي مرحلة جميلة جدا، بحيي ناسا من هذا المقام. صديقاتي هسه قريب قبل يمكن شهر التقينا جميعا، كنا بنقرا في المرحلة الابتدائية، لازلنا يعني كنت حريصة اني افتش صداقاتهم وعلاقاتهم، والوسائط دي يعني ما خلت لي زول رايح. فأي زول انت بتفتشه بتلقاه. فلقيت عدد من الصديقات بواسطهم اجتمعنا وعملنا جروب طيب جدا سميناه وبنات الحلفاية وقاعدين نتآنس فيه والتقينا وكلنا نضحك على بعض ونتذكر الطفولة والايس كريم في البرة والأستاذات والمعلمات. فهي مرحلة سرة جدا في حياتي لا أنساها أبدا، وبفتكر إنها كانت مكون لطيف لمجتمع، كان مجتمع جميل ومتماسك وطيب. يعني أنا كنت زمان أجي البيت ألقى الوالدة رحمة الله عليها ما في، بعرف إني بلقى عند الجيران. يعني بقوم باخذ شنطتي حقت المدرسه وبطلع طوالي بمشي بيت الجيران. وانت لما تيجي المدرسه مرات انت بتكون جعان يعني داخل تاكل، انت طفل وكنت بتلعب والشقاوه والمدرسه بعيده من البيت وكده، فبمشي عادي بلقى امي قاعده في بيت الجيران بقعد باكل عند الجيران. فالحاجات الزي دي بتظل عالقه في الذاكره، انت ما بتنساها وما بت يعني زخم الحياه ما بخليك انت يعني المرحله دي من حياتك تفوت، تظل كل ما تدعي بك الحياه الاجتماعيه الجديده المرهقه بكل ما فيها من زخم ومن مشكلات ومن حاجات وتعقيدات، كل ما حنيت لهذه الذكريات الطيبه. دكتوره زينب، يمكن المعروف عنك ان انت عندك شغف بالتحصيل الاكاديمي، زوجت في سن صغير جدا وكنت لسه مستمره في الدراسه، خلصت دراسه القانون وراها الدراسات العليا وصلت لمرحله الدكتوراه ولسه مستمره في الدراسه وفي الكورسات، وحتى بتسافري لاجل شهاده او لاجل كورس معين. عندك شغف كبير جدا بالشهادات، حاليا كان عندك كم شهاده؟ والله ما بقدر اعد. اكبر شهاده عندي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وأحسن شهادة عندي إني عندي أبناء ناجحين الحمد لله والشكر لله. وأنا بفتكر إنه الإنسان لازم يطور نفسه، الإنسان لازم يكون متطور ولازم ما يقف في نقطة واحدة متحجر، والعلم وافر. يعني أنت قدر ما تتعلم فهو كل ذي علم عليم، وقدر ما تقرأ أنت محتاج إنك تطور نفسك وتمشي. أنا أصلا بقف من لا من القراية، بديت القراية دي يمكن من مرحلة ابتدائية، وبحب التنافس وبحب أكون متفوقة. يعني يمكن دي حاجة كانت فيني، كنت زمان لما أنقص درجة واحدة في المدرسة بزعل ببكي بك شديد، وأشوف البنت جابت النمرة الأحسن مني دي ليه يعني جابتها، أي يعني كانت بتقرا كيف، وبسألها من هل انت يعني بتقري كيف وبيعطي اسلوب وبتكتبي ولا بتحفظي ساكت يعني كده. فانا زول بحب القرايه، بحب التعليم، بحب اتطور، بحب اعرف مجالات غير مجالي. يعني انا بعد القانون برضو عملت اعلام وامتحنت غير صحفي واخذت صحفي احتراف ومشيت في مجال التنميه البشريه، وفعلا سافرت برا وعملت كورسات. ويعني انا دائما هسه الفتره دي قاعده اقرا في انجليزي، يعني بقرا في انجليزي متطور، وكمان الانجليزي ده بقى ما داير له شغل بتاع معاهد يعني تلبس وتمرك اونلاين اي حاجه اونلاين. بعدين انا من المجال ده بشكر بناتي، يعني انه بناتي يعني ساعدوني جدا ومتفتحات، وكل مره بقوموا يحاولوا يتكلموا معاي ويتعاملوا معاي في الحته دي ويقول لي لازم تطوري نفسك. هم درسوا طبعا باللغه الانجليزيه ودرسوا طب وكده، فهم مستواهم في اللغه الانجليزيه مستوى رفيع جدا. انا درست لغه انجليزيه وبعرف لغه انجليزيه، لكن كمان ما بالمستوى التخصصي وكده. فبديت ادرس ووصلت هسه مرحله متقدمه الحمد لله كويس جدا، وما حقيف من التعليم ان شاء الله لحد ما ياخذ الله امرك كان مفعولا، لانه الانسان لازم يتعلم ولازم يتطور ولازم يواكب. أكيد. أكيد. طيب دكتوره زينب، القانون والاعلام والكتابه الروائيه هم يعني يمكن الى حد ما قريبين من بعض ما عدا القانون شويه يعني، لكن انا دايره اشوف انت بتلقي نفسك اكثر وين؟ يعني بتلقي نفسك في القانون ولا في الكتابه ولا في الاعلام؟ انت عندك تجربه بتاعت تقديم برامج؟ شوفي انا الكارير الاصلي بتاعي قانون، درست القانون والشغل الاساسي بتاعي قانون، لان انا من زمان بحب اعمل قاضي يعني في البيت.
لما يكون في القاضي والجلاد اللعبه بتاعت القاضي والجلاد دي فانا بكون القاضي يعني. لما قضى الصراحه قضى يا ملاذ طبعا بحب اكون بحب القضاء، بحب العدل، بحب الانصاف، بحب الميزات دي كانت من زمان يعني عالقه في ذهني. فلما جيت امتحنت الشهاده السودانيه كان لازم اقرا حاجتين، يا اما اقرا طب يا اما اقرا قانون. فكان بالنسبه لي لاني كنت متزوجه وعندي ابناء، فكان بالنسبه لي القانون يعني اسهل او 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 يعني وضعه اوفر بالنسبه لي. فدرست القانون، القانون بيوريك المجتمع الاخر اللي انت ما شايفه، بيوريك الناس دي البيوت المغلقه دي عايشه كيف وفي شنو، يعني المحاكم والاقسام والنيابات والمحل اللي انت بتشتغل فيه ده بيوريك الوجه الاخر للناس، لانه انت ما يعني ما تلاقي زول موكل او زول عنده الا زول عنده مشكله. فبوريك الجانب الاخر من الحياه، بالتالي بيفتح افقك، بيفتح يعني بيديك معلومات جديده، بيديك فكره عن النفس البشريه وعن يعني كيف ممكن تتعامل. يعني ممكن تلقى اخوان مشكلين لهم في ميراث، في بيت، في ارض، في عربيه، في قروش ما تسوى، ممكن تلقى زول كتل زول باسباب بسيطه جدا. فانت الجانب القانوني ده علمني انه اشوف الوجه الاخر للبشر. لما جيت الاعلام، الاعلام ده انا من زمان بكتب مما كنت في المرحله الابتدائيه، يمكن كنت بحرر صحيفه حائطيه كامله وانا في المرحله الابتدائيه بكتب فيها كلمه العدد واعمل فيها حوار الشخصيه واعمل فيها يعني القط فيها المعلومات الجاذبه اللي انا بفتكرها حاجه حلوه. كنت بعمل الصحيفه الحائطيه دي في المدرسه وبحب الكتابه واكتب خواطر واكتب ذكريات واي حاجه تلفت نظري في الشارع. الكاتب لابد انه يكون عنده كاميرا تلتقط التقاط جيد لكل الحاجات الموجوده يعني حوله، سواء في عمله في الشارع في البيت في الأسرة. أنا كان شفت ساي زول بيتكلم قال كلام حلو بسجله، فيمكن ده خلاني أمشي في المجال بتاع الكتابة. وبعد كده مشيت في المجال بتاع الإعلام، بقيت أكتب، كنت بكتب براسل الصحف. وبعد شوية عندي رقيف في حتة مراسلتك للصحف دي. نعم. نشأت في أسرة إلى حد ما هي صارمة. نعم. أب صارم جدا، شخصية قوية، ما بيقبل بانه الناس يعني تصهر في الجرايد تاخذ صورتها. اربع اخوان برضو يعني شديدين، ما بيستحملوا انه اخوتهم تكتب في جريده باسمها، كتبت باسم مستعار زينب بالتنيل. يمكن في عدد كبير جدا ما عارف انه الكاتب بتكتب زينب بالتنيل دي هي انت لفتره طويله جدا. العمود بقى مقروء في جريده الاخبار اكيد، وبقى عنده رواده اللي براسه الصحيفه وبيسالوا من الزوله دي من غير صوره شخصيه وباسم مستعار. ما عارفه لما الناس البيت تكتشفوا انه لا دي بنتهم حتى وان كان ما في صوره، ردت فعلهم شنو؟ انت اسرتك ما بتتقبل يعني ولد واحد من افرادها للاعلام وما الى ذلك؟ اي نعم انت بعد ذلك فتحت الطريق، لكن في البدايات. والله البدايه كانت 2008، كنت براسل الصحف فعلا باسم بالتنيل، وبالتنيل ده بيقولوا لي ابوي، بيقولوا لي جيران طبعا يا زينب بالتنيل دي معروفه. فكنت بكتب باسم بالتنيل بدون صوره. وبعد شويه بقى يعني الناس بيخطوا لي، كانوا بيخطوا لي جوا في مع الاصدقاء بريد الاصدقاء، بعد شويه بقى العمود يطلع برا لانه كنت بتناول قضايا كويسه. بعد شويه بقيت اكتب في صحيفه الاخبار في الصفحه الاخيره يعني بالتنيل من حين الى حين، يعني برضو الكتابه ما كانت راتبه كانت بالمزاج وكانت بحسب الظروف. ففعلا انا كتبت كده، كنت متهيبه انه الاسره فهمت شنو يعني انا زوله قانونيه وامه متزوجه وعندها اولاد وكده، رد الفعل بتاع النازل بيكون شنو. فاذكر مره ابوي رحمه الله عليه، كنا يعني ابوي بحب يقرا الجرايد وكده وانا بجيبها له، فقام قال لي بالمناسبه البنت دي كتابه جدا اللي هي بتنيل اللي هي بتنيل ذاتها اللي هي ديانا يعني. فقام قال لي البنت دي بتكتب كويس، انا سبقيت اجيب صحيفه الاخبار دي بعدين بتقرا بتكتب حاجات اجتماعيه وحاجات دينيه وبتتناول موضوعات حيويه وكده. فقمت قلت له طيب يا ابوي رايك شنو لو انا قمت كتبتها؟ قال لي تكتبي شنو؟ انت اللي عرفك شنو بالكتابه؟ قلت له طيب كان قلت لك انا بالتنيل دي ذاتي. قال لي الله، قام على حيله انت جاده؟ قلت له انا جاده. قال لي والله ده كلام طيب، يعني الكتابه اللي فيها يعني حاجه ما مقبوله يمكن انا ما اقبلها، لكن انا بعدين كان زمان نحن الناس الجيل اللي تربى بيعمل اختبارات لاسرته الأساسية يعني يمكن أكثر من الزوج، لأنه أنت بتزوج لك زوج متفهم لطبيعتك. يعني حتى كان كتبته ولا كده ما حيقول لك أنت ليه كتبته ولا كده. فأنا ما كنت خايفة من الزوج، كنت خايفة من أبوي وأخواني في الفترة دي. فالمهم بعد ذلك يعني كتبته وبقيت
انتقلت الوقت داك لصحيفه اخر لحظه، فطوالي سموا لي عمود زوايا المرايه ما زال لحد الان استاذنا مصطفى ابو العزايم بحييه من هذا المقام، وبصوره كانت اول صوره اللي هي دي 2009 يعني اول مره انزل صوره وابدا اكتب عمود راتب في الصحف السودانيه. جميل. طيب يعني انت درست قانون والقانون نوعا ما فيه صرامه او جاف، والغريب انه كتاباتك الى حد ما ناعمه، فكيف الحاجه دي حصلت؟ انت لما تعيش الاجواء كلها صرامه انت لابد انك تكون عرفت الصرامه دي بتودي لشنو. الصرامة الشديدة في الحياة أو صعوبة الحياة قد تؤدي إلى نتائج معاكسة في طبيعة النفس البشرية، فإنت لما تجي تكتب بتكتب حاجة تلطف من الأجواء، لكن ده برضو أثر على شكل كتاباتي، لكن أيضا كتاباتي ما كلها ناعمة، إنما فيها حاجات يعني داخل عمق المجتمع يعني. حتى لو كان داخل عمق المجتمع فهي لحد ما نعمل، لكن بشوف شخصيتك في المحكمة أو نوعية القضايا اللي أنت بتشتغليها بتكون دائما قضايا معقدة جدا، قضايا قتل، قضايا اغتصاب، قضايا بتاعت يعني قضايا كلها شائكة ومعقدة وبتكون أغلبها فيها يعني فيها جدل في الرأي العام، فأنت ليه يعني أنت أنثى وزولة زي ما قلت هسه كتاباتك نعمة وأم لعدد من الفتيات، فليه بتختاري النوع ده من القضايا؟ دائما القضايا بتكون بتشغل الرأي العام وبتكون فيها مشاكل كبيرة جدا وتعقيدات كثيرة. والله القضايا ما بختار، بتختارك يعني الزول بيجيك من انت الليله عملت قضيه، اشتغلت قضيه معينه، القضيه دي انت ما بتشتغلها في اضابير ولا في غرفه مغلقه، انت بتشتغلها في محكمه ونتائج بتمشي القضاء وبتتداول وكده ويبقى اسمك معروف كالمحامي فلان الفلاني، وانك كسبت قضيه معينه او حاجه معينه بتبقى بعد ذاك عندك شكل من اشكال، ما بقول الشهره ولكن بيبقى عندك شكل من اشكال الحاجات اللي انت بتجودها اكثر من غيرها، وبيقوموا يجوك بعدين قصه المشاكل الشخصيه الخاصه مثلا زي مشاكل سواء القتل او الاغتصاب وكده كلها عندها ملابساتها وعندها حاجاتها، فلما يجيك زول تشتغل له شغل زي ده انا ما بفكر في انه شغل صعب ولا شغل كده، انا بكون دايره اقف انصف الحق، فبقوم ببذل فيه كل الجهد اللازم عشان اقوم يعني واسخر فيه افكاري واسخر فيه بحثي، انا ببحث يعني اي قضيه بتجيني انا ما حاشيل قضيه كده بس اقراها وامشي المحكمه ادي شغل روتيني، لكن انا حامشي ادي شغل بحثي ادي شغل معمق على اساس انه انا اجيب نتيجه طيبه بقناعاتي اللي ترتبت لي من هذا العمل، وده لا ينقص من شخصيتك شيء او يزيد شيء لكن هو شكل من أشكال التخصصية أو الرزق البيجيك أو فإنت كمحامي زي ما إنت كاتب، بس أنا ما كاتب متخصص، أنا ما بكتب سياسة بس، بكتب سياسة، بكتب فن، بكتب أدب، بكتب نقد، بكتب دين، بكتب شتى، أنا ما بحب التخصصية لا سواء في العمود أو سواء في العمل، فإنت كإنسان تستطيع أنك تؤدي عدد من الأعمال طالما عندك إمكانيات لذلك. جميل جدا. طيب نحن من موضوع القانون والصرامة والحاجات دي حنمشي نشوف زينب بس هاي الطفلة، نمشي نلعب مع بعض، رأيك شو؟ حاضرة. يلا. زينب يمكن قدامنا في ترابيزة مليانة بكل الألعاب تعتبر كده في غالبية إن هي ألعاب قديمة، يعني الليدو البلي القديم والبلي بشكله الجديد، الكورة ونط الحبل والعروسة كل ألعاب قديمة. طفولتك كانت كيف؟ كنت زولة بتحب اللعب؟ كنت زولة شقية؟ كنت زولة هادية؟ التفاصيل بتاعت طفولتك كان شكلها كيف؟ والله مجرد ذكر الطفولة دي بتصير في نفسي يعني الضحك والسعادة، يعني ما كنت طفلة شقية لكن كنت بحب اللعب برضو لأنه كنت بحب القراية زي ما قلت، لكن وقتي بتاع الفراغ بلعب كل الألعاب اللي دو لعبته، بعدين إحنا لعبنا مع أخوانا وأخواتنا ولعبنا كورة، يعني كانت والدتي رحمة الله عليها تسافر لأخواتي برا السودان وبتخلينا، فبالمسة بعد ما نأدي واجباتنا وحاجاتنا ما بننوم، بنجي عندنا حوش كبير جدا في البيت في حلفاية الملوك بنلعب معاهم كورة، أنا كنت بكون واقفة لهم مرمى
وحشني. انا ما قلت لكم من زمان انا بحب الحراسه وبحب الحاجات والعروسه دي لعبتيها بالتمتاع والعروسه؟ كنت بعملها بشيل الفساتين وبشيل الحاجات وبعمل عروسه وبعمل لها شعر من البلاستيك ويعني كنا بارعين جدا. طيب شيل العروسه ده سنوميه ليه نتكلم والله ليها؟ والله بعد ده بس انا وين بنات اولادي يعني بعد ده كنت قاعد تلبسيها وتحكي لها لبسها وخيط لها وكنت بحبها جدا وبفتكرها عندها حميميه وعلاقه معي حلوه يعني لان انا بفتكرها حاجتي خاصه يعني زمان احنا في الطفوله ما حياتك مباحه اي زول تجيب الليدو تجي تلقى اخوك شاله لفحه تجي تلقى الليدو شاله الاولاد يلعبوا فنحن كبنات لما يكون عندك حاجه مخصوصه بتكون فرحان بها وبتكون حقتك فانا كان عندي عروسه وبتم لعاب زمان نحن بنقول لها العروسه بنقول لها بتم لعاب وكنت بخيط لها الفساتين عندي جيراننا خياطه بتخيط لنا ملابسنا حقت الهناي بمشي بشيل منها القصاصات حقت الاقمشه وكذا فبخيط لها بلوزه وخيط لها هناي بالابره والخيط تحدي الان انا بعرف بخيط بالابره والخيط كويس يعني كان مشروع مصممتها زي يعني عادي لقيت دوله لسه بقينا في الكتاب وفي القلم وكذا فالعروسه بالنسبه لي مرحله جميله جدا بتذكرني الان يعني الامومه والخصوصيه بتاعت بين البيت والام يعني فنحن من صغار كنا امات يعني. طيب الالعاب دي ذاتها يعني ما حصل استلهمتي واحده من الالعاب دي في روايه في قصه قصيره في كده؟ والله يعني ما كتبت عن لعبه لكن انا مفكره الان اني اكتب عن حاجه للاطفال. داير اكتب حاجه للاطفال فيها الالعاب وفيها الحاجات القديمه وفيها الحاجات الجديده يعني داير احاول اعمل عمليه بتاعت مزج بين الاجيال او تلاقح بتاع اجيال بين القديم وبين الجديد لانه انا بفتكر دي مرحله مهمه جدا جدا في حياه الناس يتحرموا منها الاطفال بتاع الزمن ده زمن الانترنت والتلفون والكذا يعني هسه الطفل بتلقى لسه صغير ما مشى شايل التلفون وبيعرف يتعامل معاه فدي مشكله كبيره جدا يعني الالعاب دي بالمناسبه بتنمي الذكاء وتربط العلائق بين الاخوان والشايج والاصره بين الاهل وبين الاخوان وبين الاطفال مع بعضهم البعض بتخلي فيه ذكريات مربوطه بين رباط قوي وثيق هسه ما في روابط بين الناس لانه اي زول ما صاحبه اللي بيلعب معه انت صاحبك اللي بتلعب معاه وبتتكلم معاه وبيناتكم حاجه مشتركه بتحبوها مع بعض ما بتنسوها ما بتتنسي لكن انتوا الان كل زول صاحبه التليفون فهسه شيلي منه التليفون تشيلت منه صاحبه صحيح انت لما تشيل منه التليفون انت شيلت منه متعته ونسته وحاجاته فممكن يدخل في مرحله زي الزول المدمن يبقى في مرحلة بتاعت انسحاب يعني بيشعر بحاجة مزعجة جدا صحيح. فأنا بفتكر إنه الأجيال الجديدة اتحرمت ونحن كيف نقدر نعيد القصة دي لزمن لكن هل الزمان بيرجع يا زمان؟ قول لزمان أرجع يا زمان وهل الجيل أصلا عنده استعداد هل عنده يتقبل الحاجة دي أو يقرأ الحاجة اللي بيكتبوها وحتى نقدر نحيي هذه الألعاب أنا والله سعيدة جدا بهذه الفقرة وبفتكرها فقرة قبل ما نختمها لكن برضو أنا عندي سؤال مهم وبما إنه عندنا كرة قدم هنا أنت زولة من الرحابية طبعا والناس كلها عارفة كده يعني بس في داعي أنت أسأل الكلام الناس كلهم عارفين كل الناس عارفة إنه زينب والله أنا زينب السعيد من الرحابية فعلا وبحب المريخ وبحيي الصفوة وبحيي النجمة من هذا المقام وأنا من الرخابية بالفطرة وبالإحساس وبالانتماع وبحب جدا فريق المريخ وبزعل جدا وبنهزم نفسيا جدا لما وبحب كرة القدم وأسا بشد بالمناسبة قريب ده الدوحة حضرت كأس العالم لأني بحب الكرة وبتابعها بشغف وباهتمام والمريخ ده حكايتي معه حكاية إنه أخواني في البيت هلالاب وأبوي مريخابي وأنا بتبوي بحب ابوي جدا طبعا. جدا فمما نشات القوم قول لهم المريخ ويشاكلوا ويحضروا الكوره وتلقون في كده وانا قلت ما كنت فارس ذات المريخ والهلال شنو يعني فكنت بس انا مع ابوي فالفريق اللابس احمر ده حق ابوي والفريق اللابس لبني ده حق اخواني وانا طبعا مع البابا واضح انك مريخابيه من التوب الاصفر فوالله كنت كان عارفه كده كنت جيت لابسه توب احمر ما مشكله الاحمر جنبك برضه يعني اي والله احنا كده فقرتنا دي انتهت حنرجع تاني نستكمل حوارنا في استوديو الحوار تفضل تكلم طوالي عن الروايات بداياتك بنفسج في حديقه البارود هي روايتك الاولى يمكن لقت شعبيه اكثر مما انت ذات نفسك متوقعه يعني لقت صدى كبير جدا والناس تداولت بشكل كبير انت ما كنت متوقع النجاح ده لاول روايه لان نتكلم عن الروايه دي وبعد ذاك نمشي لبقيه الروايه طيب بنفسج في حديقه البارود انا كنت بكتب قصه قصيره في صحيفه اخر لحظه الغراء كل خميس
فيوم من الايام ناداني يعني الله يطرب الخير استاذنا عبد العظيم صالح، يمكن ده هو السبب اللي خلاني الد مجال الروايه، وعارف يعني اداني الثقه في نفسك. انت مرات بيكون عندك امكانيات وحاجات انت ما عارفها، لحد ما يجي زول يستخرج لك ويقول لك ويحمسك زي الجبال الدافعه اللي كنت لكم يعني. فقام استاذ عبد العظيم ناداني وقال لي يا استاذ زينب تعالي انا دار اتكلم معك، انت بتكتبي قصه بتكنيك كويس جدا وعالي جدا، يا اخي جري نفسك شويه واكتبي روايه، اكيد انت عندك حيات. بعدين انا الوقت ده يعني اللي كتبت فيه الروايه 2013 كانت يعني قمه العمل في الاعلام وفي القانون، فانا كنت شغاله اخطر مهنتين بتكشف لك تماما كيف النفس البشرية دي بتتعامل، وكيف الناس الصحافة والقانون مهن خطيرة يعني أكيد. بتخليك تشوف الحاجات اللي ما كل الناس شايفينها، يعني زي ما أنا طوالي بقول إنه أنت بتشوف بكاميرا ديجيتال عالية الجودة جيدة النقاء. بعدين أنا زولة بحتفظ بالتفاصيل، بعرف التفاصيل، والكاتب لابد إنه يكون ممسك بعرف تفاصيل عشان، وبعرف كيف أشوق القارئ يعني حتى في القصة القصيرة البطيبة. فقمت كتبتها رواية بنفسج في حديقة البارود ودشنتها وطبعت الطبعة الأولى ونفذت، وجيوا المكتبات تاني بدوا يطلبوها. ويمكن أنا أكون لقيت حظ من الـ من الـ من الترويج والنشر، يمكن لأن الوقت ده كان شغالة في مجال الإعلام أكثر، يعني يمكن الوقت ده كان شغالة في قناة الخرطوم أو في مدرمان لا أذكر، لكن كنت بكتب في الصحف السيارة موضوع راتب، وزمان الناس اللي بيكتبوا في الصحف هنا معروفين لدى الناس كإعلاميين وكذا. فيمكن أنا لقيت فرصة للترويج باعتباري أنا زولة إعلامية، وقمت كتبت الرواية دي، ففعلا أحدثت ضجة وتناقشت أكثر من مرة. وأسا آخر مرة سنة 2020 طبعت الطبعة الرابعة، وأسا الآن مطلوبة للطبعة الخامسة، وكانت تجربة كويسة. تناولت فيها يمكن شيء من زين المحارم والأسرة السودانية التقليدية العادية بتعيش كيف أربع فتيات تتعرضن لشتى أنواع الابتلاءات الممكن تتعرض لها المرأة، ويمكن لأنها كان اتكتبت ببساطة وبسلاسة وبواقعية، حاجات فعلا موجودة في المجتمع بس ما يزول بيقدر ينبش التابو ده ويقدر يتكلم فيه. فأنا تكلمت فيه، وكثير من النقاد يعني قالوا إنه تناولتها بجرأة وكده، ولكن هي كانت حقائق أنا عشتها وعايشتها سواء في عمل الصحفي أو في عمل القانوني. جميل، يمكن الواقعية دي هي سبب نجاح الرواية. طيب قبلي بنفسك في حديقة البارود، نحن دايرين نرجع ورا شديد، وأي كاتب أو رواية بيكون عنده عراب أو زول متأثر به في كتاباته، فزينب السعيد كانت متأثرة بمن؟ زينب السعيد من ما كانت في المرحلة الأساس أي كاتب ممكن تتخيليه وقالت له أنت ما ممكن تكون كاتب ما لم تكون قارئ. فأنا أول الكتب اللي بديتها، بعدين أنا نشأت في أسرة مثقفة، يعني والدي عنده مكتبة كبيرة جدا، والدتي شوفي يعني والدتي ناس الجيل القديم ده، وكل أخواني وأخواتي كانوا بيقروا، يعني أنا عندي في سنة سادسة دي قريت كل كتب إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، العقاد كده، يعني بديت الصراحة بالأدب بالروايات المصرية، كنا بنقراها وكنا بنتداولها يعني نحن كأخوان وأخوات في البيت. ودار أقول لك نحن كلنا كأسرة آل محمد سعيد كده كلهم عندهم الموهبة بتاعت الكتابة، يمكن ما لقوا فرص عشان يعني زي الفرص اللي اتيحت لنا، لكن هم كلهم موهوبين وكلهم ناس مثقفين. وأنا تأثرت بالأدب العربي كتير وقريت كل الروايات وكل ولا زالت أنا الآن عندي مكتبة كبيرة جدا ضخمة في بيتي، ولحد الآن أنا لازم أقرأ، ما ممكن يمر شهر وإلا أقرأ كل الكتب الجديدة وكل الكتب المترجمة وكل الروايات العالمية كلها قريتها، خاصة لما ضبطت الإنجليزي يعني بقت إنجليزي وعربي. كذلك الرواية الثانية كانت بنات شوارع، بنات شوارع لقت حظها ولقت انتشار كبير جدا، لكن أنا يعني حأشيل من بنات شوارع لأنه حيكون نفس الملابسات اللي حصلت في بنفسك في حدائق البارود، وحمشي لدرب الصراط أو أحلام في بئر يوسف بعد أن تعدل اسم الرواية. والرواية دي في خلال كتابتها أنت مريتي بكل شيء يعني سيء في الحياة، وحصلت لك حياة كثيرة جدا ومطبات كبيرة جدا في أثناء كتابة الرواية، أخذت يمكن 3 سنين يمكن أصعب السنين، ويعني أكثر سنين فيها ابتلاءات
لزينب سعيد. وبعد ده انت كنت قويه وكنت قادره انك تجيفي وقادره انك تتم الروايه وقادره انها تطلع وتهديها لناس كتير جدا انت فقدتهم في حياتك. طيب الروايه الاولى والثانيه كانت في نجاح، وكنا كنت انا في وضع الحمد لله اجتماعي ونفسي كويس، فالدنيا ما بتقعد تدوم على حال، تتغير الدنيا وتتقلب الدولاب، ويوم توريك يوم حلو ويوم سيء. والحمد لله فعلا بديت روايه كان اسمها ضرب الصراط، الروايه الاخيره التي لم يتم تدفينها، انا اليوم افصح عنها في هذا في هذه السهره الجميله، وبقول انه هذه الروايه بديتها 2016. يعني عملت 3 خطوط العريضه، عملت 3 شخصيات، رسمت 3 شخصيات، بديت افكر اجمع في المعلومات عشان اعمل الفكره، لانه بتذكر شفت صوره للطفل ايلان السوري اللفظ البحر بفرده حذاء واحده، يمكن ده كان الدافع اللي خلاني اكتب وكنت طوالي اي خبر اشوفه في جريده او هنا عن يعني الاولاد اللي بيمشوا بالسنبق الهجره غير المشروعه دي وميتين او ماشيين في البحر كده، وكانت الحاجه دي بتهزني هز عنيف جدا، فكنت دايره اكتب عن الحاجه دي، لكن كان لازم احصل على معلومات، وكنت ببحث بحثي دؤوب جدا عن شباب مشى وجه، لحد ما فعلا قيض لي الله فرصه انه القى 3 من الشباب اللي مشوا جو، وقعدت معاهم قرابه 6 شهور، انا كل فتره بلاقيهم وبقعد معاهم وباخذ منهم دقائق التفاصيل انه عن رحلتهم عن اسبابهم السافروا بها وعن كذا. فبديت اعمل الخطوط العريضه للروايه، وفجاه هزمتني الحياه وضربتني ضربه قاسيه جدا بوفاه ولدي الكبير. ولدي الكبير ولد ناجح، ولد شاب في عنفوان شبابه، طبيب يعني بار رحمة الله عليه يوسف ولدي، وتبدلت حياتي تماما بعد وفاته. يعني فوقفت من الكتابة فترة، ووقفت من أي شيء حقيقي يعني بعد الرضا وقضاء الله وقدره، توقفت عن الكتابة، توقفت عن الصحف وعن التلفزيون وعن العمل القانوني عن كله، يعني حياتي تقريبا وقفت أكثر من 2 أو 3 سنوات وأنا متوقفة بتأمل في هذه الحياة وفي هذه الدنيا وفي هذه الفاجعة الألمت بي وكده، وعشان ألم أسرتي من جديد وعشان أقيف من جديد. ففي يوم من الأيام وأنا بقرأ في مذكرات حقته، يعني كان بيكتب لي في أو بيكتب لي مذكرة إنه أنا فخور بيك، يعني أنت أم تستحقين الفخر وكده وربيتينا وكده، فلقيت الهنادي في مذكرة مفكرة حقته. ففي الوقت ده كان في يعني يمكن جائحة الكورونا وكده، فطوالي قمت شلت الكتاب وغيرت الاسم، كان اسمه ضرب الصراط، وغيرت الاسم لأحلام في بئر يوسف. فمجرد ما كتبت أحلام في بئر يوسف كان الدافع الجديد إنه أنا أعمل ليوسف حاجة تنفع وتنفع أي شاب. أنا بقول إنه هذا التحدي دخلت فيه إني أنا أطلع من رحمي هذا الألم وهذا العذاب وهذه الفقدان الفاجعة لأم، يعني لولد الأكبر، ولد الجميل البار النافع رحمة الله تخشاه في كل مكان، وكل الشباب وكل الأموات المسلمين، إني أنا أغير هذا الواقع وأكتب له الرواية دي إهداء له. ولو رجعت شاب واحد قروا الرواية دي ونقدوها النقاد، وشاب واحد من الناس دي رجع، فكأنما أحييت الناس جميعا إني جنبته هذا المصير السيء وهذا المآل السيء. قبل ما تتم هذه الرواية فجحت أيضا بوفاة أختي الصديقة والحبيبة جدا إلى نفسي سعاد، وكنا شركاء سوا في الثقافة، وكنا شركاء في الكتابة، وكانت زولة مثقفة جدا عالية الثقافة، وهي بالمناسبة والدة الأستاذة ملاز. وفجحت جدا بوفاتها، وبرضو كان الدافع لي أكبر إنه أنا أكمل هذه الرواية لأجل الروح الطاهرة والإهداء لهم الاثنين، إلى بشارة الأولى ابن الطبيب البار يوسف الذي هاجر إلى الله هجرة شرعية إلى الله ورسوله، وإلى صديقتي الودودة الحبيبة المثقفة سعاد التي اتخذت من كتفي متكأ لها في حياتها ومماتها، لأنها هي ماتت لي في السيارة في عربيتي وأنا سايقاها لبيتها، كانت موجودة معي في بيتي. فهذه الفواجع لا بد أن نصنع منها يعني شيء يفيد المجتمع، يعني أنت لازم تنهض من هذا الحريق ومن هذا من رمادك
عشان تقدم حاجة للمجتمع مفيدة. فأنا كان لازم فهذا الكتاب أنا بالنسبة لي تدشينه مهم، ترويجه مهم، يعني ليه؟ لأنه ليوسف وليسعاد هم الأسباب الحقيقية خلوني أنا أتم هذه الرواية، وإني أنا أبحث عن إنه أنا العائد من هذه الرواية في يوم من الأيام إنه يكون ريع ليهم الاثنين، وإنه أنا أرجع به عدد من الشباب الماشي الماشي بدون منافسته بدون تذكرة بدون أي حاجة، واحد من الشباب ده إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ألف ألف رحمة ونور. وبالتأكيد يعني دكتورة زينب وملاذ يعني كل واحد منا عنده أحزان وعنده حاجاته، لكن هكذا هي الحياة. يعني نحن دائما زي ما ذكرت هي امتحانات من ربنا، ولكن يعني عزانا الوحيد انه هم موجودين معانا بارواحهم وبتفاصيلهم وبالكتابات اللي انت كتبتيها عنهم. ولا بد انه الانسان انه يتاقلم مع هذه الحياه ويقدم ما يفيد مجتمعه، يعني ما يقعد يعني يتدمر ويشعر بالاسى ويشعر بالحزن طول عمره. لا بد ان يرضى اول حاجه بقضاء الله وقدره، لانه هذه سنه الحياه. صحيح. لكن لا بد انه يفكر تفكير حقيقي انه كيف يقدر يعني هؤلاء الأشخاص الأعزاء يقدر كيف يكرمهم في حياتهم وفي مماتهم إن شاء الله. أكيد أكيد. وغضبا أنت يعني كان الحاجة اللي أنا عايز أقوله إنه شكل كتاباتك ذاته يتغير بعد الحاجات دي، ويعني تفاصيل كثيرة يمكن من حياتك تغيرت. أولا أنا يعني حزينة جدا للحظات الحزينة اللي عشناها مع بعض، لكن أنا أكيد إنه كل المشاهدين عندهم لحظات بتشبه الحاجات طبعاً دي طبعا. فنحن كيف نحول الحاجات دي لقوة، وكيف نكون يعني بارين بهم يا ملاذ أيوة صحيح كل الناس اللي بنفقدهم طبعا. تفاصيل زي دي شكل الكتابات يتغير بعد ذاك، والتفاصيل بتاعت الروح الكتابة ذاتها تغيرت طبعا. شكل الحاجات كلها بتتغير، يعني الدنيا دي ما اصلا محطات في حياتك، انت بتمشي المحطه الاولى وبتكون سعيد وهناي وصغير وجميل وعجبك الدنيا وكذا، بتمشي المرحله الثانيه بتمشي فجاه الحياه دي لازم توقفك. ما انا ما براي ولا ملاذ براه ولا انت براك ولا كل الناس الكاست العامل الجميل ده، كل زول عنده مأساة بشكل براه، وكل الناس المشاهدين اللي لسه بيسمعونا ديل لكن انا دار ادي رساله يعني من هذا المقام، انه اي انسان اصيب باي شيء سواء في نفسه او ماله او ولده دي بتشمل اي زول عزيز او قريب له، واصيب في المال او اصيب في نفسه او اصيب باي حاجه، انه لابد انه يخضع لاراده الله سبحانه وتعالى، يرتضي يسلم، يشوف انه حيحول الحاجه دي من مأساة وحزن وبكائيه وكده، انه يحولها لشيء ايجابي ينفع به نفسه وينفع به المجتمع. كيف يعني؟ اكيد. طيب نحن نقف في اخر روايه كتبتيها ونشوف الموضوعات اللي تناولتيها فيها شو. والله اخر روايه ها احلام في بير يوسف، تكلمت عن الهجره غير المشروعه، دي كانت اخر واحده، دي اخر روايه. الان بكتب في مجموعه قصصيه جديده، كتبت فيها حوالي 7 أو 8 قصص، وانا دائما بكتب لي زي 20 قصه قصيره في الموضوع، لكن انا طبعا قبل ما اكتب بكون عندي يعني بكون خلاص عملت زي ما اقول فريم للقصه دار اكتب في شنو. المره الاولى في بنات شوارع كتبتها عن البنات اللي بتعرض لحاجات، والمهم فكان كل المجموعه 19 قصه في هذا المنحة. الان بكتب في مجموعه قصصيه عن حاجه ثانيه، لكن بيكون عندي العشرين قصة دي أنا عارفة دايركتي فيشن، بس كل مرة ألقى لي وقت فراغ وألقى لي مزاج رايق وكده عشان أقوم أكتب، لأنه الكتابة دي دايرة جو محدد، دايرة زمن يعني مخك فاضي تماما عشان تقدر تبدع، تقدر تجيب تحفر ذاكرتك عشان تقدر تطلع مفردات حقتك بتشبهك. فأي كاتب لازم يضع بصمته في كتابته، يعني الزول يقرأ القصة دي يقول والله القصة دي حق زينب السعيد، دي حتة مهمة جدا. طيب نحن هسه شفنا جزء من الذكريات، لكن نحن دعنا نشوف الذكريات كلها مع بعض، رأيك شنو؟ نمشي استوديو الذكريات ونشوف الحياة دي مع بعض. والله جدا دكتورة زينب، ممكن وصلنا للاستوديو الأخير في حلقتنا الليلة، استوديو الذكريات، عندك 3 إطارات فاضية ممكن تخطي فيها أي حاجة، شخوص، أماكن، أي ذكرى أنت حابة تخطيها ممكن تخطيها على 3 مراحل. الإطار الأول تحب تخطي شنو؟ انا هاخد احلى ذكرى واكعب ذكرى. احلى ذكرى هاخد الحرم المكي في الصوره الاولى، الثاني هاخد الحرم النبوي، الثالث هاخد يوسف ابني رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. طيب الاطار الثاني، في منطقه معينه مرتبطه بها انت حابه تتكلم عنها وحابه تخطيها في الاطار؟
والله بس أنا بحب الحرم النبوي المكي جدا، أجمل ذكرياتي فيهم، برتاح فيهم نفسيا، بنسى الصخب الدنيوي والمادي والشخوص والناس، وبقعد في حتة روحية جميلة جدا، بنسى فيها الألم، بنسى فيها الحزن، وبنسى فيها أي حاجة، بكون سعيدة جدا ومتوازنة نفسيا. فبيت الله الحرام جميل جدا، دي أجمل حاجة أنا بحبها يعني، وبتمناها، ولما أشوفها بكون سعيدة، وبحتفظ بهذه الصور في تليفوني. أي صورة للحرم المكي ولا النبوي أنا محتفظة بها، يعني عندي استوديو كبير جدا اليوم. أما صورة أحب شخص لي وذكرى ما بتتنسي، يمكن ولدي المرحوم يوسف رحمة الله عليه، ألف رحمة ونور. طيب تاني في عندك فرصة ثالثة لما أنت تخطي ذكرى أو شخص ثالث أو تهدلي ومساحة شخص ثالث أو مكان أو أي حاجة؟ والله ما قادرة أقول لك يعني مكان. يمكن ممكن تخطي رواية من رواياتك؟ لا ما حاخد رواية من رواياتي، لكن حاخد مقولات للحكماء. أي مقولة يعني عملت لدي وزنة نفسية أو غيرت شيء في حياتي، أنا مرات بقرأ لي مقولات بتخليني أطلع من الحتة بتاع أنا فيها. ممكن أكون حزينة، ممكن أكون زعلانة، ممكن أكون رد فعل تجاه أي شخص من الشخوص اللي بلاقوني في الدنيا يعني. فمرات بلقى لي مقولات كده حقت حكماء، هذه المقولات بتظل راسخة ليه؟ لأنها بتحدث تغيير في الحالة النفسية والحالة الوجدانية والحالة، وبتعمل لي سلام. أي حاجة بتعمل لي سلام أنا بفتكرها ممكن أخدها في هذا الإطار. جميل جدا. طب لو أدتك مساحة، أدتك ممحاة أو مساحة أنت تمسحي شخص، تمسحي فترة، تمسحي ذكرى من مشوارك الطويل، تختار شنو؟ والله أنا مساحتك دي ما حستعملها، لأنه أي حاجة حصلت لي إذا سيئة فهي بقضاء الله وقدر وأنا راضي عنها، وإذا حلوة فهي من الله سبحانه وتعالى، أنا يعني سعيدة بها. فأنا ما دايرة أمسح حاجة من حياتي، لأنه الحاجة السيئة علمتني وغيرت شخصيتي وخلتني أتحمل أكثر تحملا وأكثر ثقة وأكثر إيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا حاجة جميلة فما في زول بيمسح حاجة جميلة، فأنا مسحتك دي حاخدها لك في محلها ما إذا. طيب إحنا عندنا إطار أخير نحط فيه صورنا معك أنا وإنتي وملاس. والله أنا سعيدة جدا بهذه السهرة الجميلة، وبحيي كل المشاهدين، وبحييك يا تسنيم، وبحيي بنتي ملاس، وبحيي كل الطاقم العامل، هذا الطاقم الجميل الصبور يعني، الذين يعملون بمهنية عالية. والناس بالمناسبة ما بيعرفوا خلف الكواليس في شنو، هم بيشوفوا الصورة بعد ما تصل مرحلة النهائية والجمالية، فهم بيقعدوا في بيوتهم مرتاحين، ما بيشوفوا هذا المجهود اللي بيبذلوه يعني شباب جميلين ومخرجين. فأنا بتمنى إنه أي زول يقرأ بعد ما يشوف الحلقة ويشوفها جميلة، يقرأ من المخرج والمنتج والمصور والمعد وزول الديكور وكده، لازم تقروا على الناس ديلوا أساميهم وترسخ في أذهانكم، لأنهم ديل الجنود المجهولين الفعلا بيخلقوا كل هذا الجمال وكل هذا التحية لهم يعني. أكيد شرفتنا ونورتنا، مساحة جميلة جدا، واستفدنا منك كالعادة واستمتعنا بك جدا. حناخد معك صورة أخيرة أنا وتسنيم، تاخدتها في واحد من إطارات حياتك وتحفظيها. أخدتها في أكبر إطار لأنها الليلة طلعتني من جو مختلف وخلتني ألاقي المشاهدين بعد غيبة يعني. شكرا، انبسطنا بك جدا والله، نورتينا. شكرا.